المرسلين. مرحبا بضيوفنا الكرام في هذا اليوم الوطني لإحياء ذكرى يوم الشهيد 18 فبراير. السيدة الدكتورة وهراني إلهام رئيسة جمعية الإحسان لرعاية وحماية الطفل وأمينة ولائية للمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء لولاية وهران. طبعا نحن متواجدون في متوسطة الشهيد شعيبي بومدين لاحتفال مع التلاميذ ذكرى 18 فبراير 2024. طبعا شكون اللي ما يعرفش ذكرى 18 فبراير لشكون اللي ما يعرفش كذلك كل الشهداء اللي استشهدوا ربي يرحمهم. فنحن هنا في هذه المتوسطة مع كل التلاميذ، كل الطاقم التربوي، المعلمين، المفتشين. قاموا التلاميذ بمسابقة فكرية ذهنية، مسابقة تاع التاريخ تاع الجغرافيا. يتكلم معكم التلميذ غزلي محمد نذير من متوسط شعبي بومدين السنة الثالثة متوسط. يشرفنا حضور الجمهور اليوم في مؤسستنا بمناسبة يوم الشهيد 18 فبراير. وقد أقامت مؤسسة شعبي بومدين بالكثير من النشاطات منها المسرحيات والأناشيد، وشكرا لكم. تكون مديرة متوسطة شعيب المدينة. اليوم التقينا في هذا اليوم لإحياء ذكرى يوم الشهيد في حضور شخصياتها، من بينهم رئيسة جمعية رعاية الطفولة السيدة وهراني والمنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة، ممثلة ممثلة وزارة التربية السيدة مريم جبروكية عضوة تنسيقية للمواطنة. إذا هذا كان هذا اليوم في التنسيق بين مديرية التربية والجمعية لجمعية رعاية الطفولة اللي تحصلت على هذه الرخصة، ونشكر مدير التربية اللي قدم لنا هذه الرخصة باش نكشفوا عن المواهب الموجودة بالمؤسسة. أريد تقديم الشكر الجزيل إلى أساتذتي على رأسهم المديرة تبون فقد فهذه الجائزة فهذه المناسبة ستمضي بنا قدما لتحقيق إنجازات كثيرة إنجازات كثيرة وللتحفيز. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. دكتور بن جبور محمد مدير مختبر البحث التاريخي لنصارى وتراجم جامعة وهران الواحد محمد الله كلية العلوم الإنسانية والإسلامية. الحقيقة يعني هذه الوقفة مع التاريخ وموعد مع الذاكرة، من خلاله نستعده محطة حاسمة من تاريخ وطننا الحبيب وهي ذكرى يوم الشهيد وتحت شعار على خطى الشهيد. كانت لنا يعني بدعوة كريمة من متوسطة شعيبي الهواري، قدمنا مداخلة، هذه المداخلة تمثل في استحضار الذاكرة واستحضار وتخليد شهداء الأبرار، هؤلاء الشهداء الذين دافعوا عن هذا الوطن ببسالة وإخلاص. وهناك يعني من خلال هذه المداخلة هناك رسالة نمررها للأجيال على أساس أن هذا الوطن أمانة ثقيلة على أعناقنا.